buckets. السلام عليكم إخواني. في هذا الفيديو الجديد سوف نرى حل مشكلة بسيطة والحل السهل سهل للغاية، وهي مشكلة الرسالة التي تظهر في المتصفح. فعندما تريد زيارة موقع الفيسبوك أو تويتر تظهر لك هذه الرسالة كما تشاهدون معي على الفيديو، وأي موقع مشهور من قبل قد تظهر معك نفس الرسالة. فعادة حل هذه المشكلة بسيط جدا، ولأن نظام حماية موقع الانترنت يعتمد في بعض الأحيان على الوقت، لذا فإن الحل النهائي والأكيد لهذه المشكلة هو أن تقوم بضبط الساعة الخاصة بجهازك الكمبيوتر أو اللابتوب، ومن ثم إعادة تحديث الموقع وسيعمل بكفاءة إن شاء الله. فإخواني بالنسبة للتاريخ تضغط هنا، ثم تقوم بتحديد الوقت من هنا سواء 2020 أو في الشهر أو كذا، وتقوم بتحديد الوقت كذلك الساعة، وهكذا تضبط الأمور التاريخ هنا، وبذلك تدخل إلى الفيسبوك أو تويتر أو أي موقع آخر، وإن شاء الله سوف يتم الحل معك المشكلة. وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله. لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة.